بعض التناقضات الاخرى اللي داخله في نفس السياق هو ظهور واحد الطبقيه، بمعنى ملي كتضر لان المنظومه الربويه كتؤدي لتكديس الاموال في واحد الطبقه معينه. نعم هذا التكديس هذا كيؤدي لواحد الطبقيه اللي اليوم ما كانش في التاريخ ديال البشريه، الطبقيه صحيح. الفوارق الطبقيه، ما كنقولوش توزيع، ما كنقولوش يعني الغنى الفردي، لا كنقولوا الطبقيه اي الفوارق ما بين الطبقه ما بين الدنيا طبقة والطبقه وطبقة، نعم، العليا. وهذا الشيء اللي كنشوفه الآن في المجتمع. طبعا طبعا كيتزاد الطبقه اليوم، الى شفتي في العالم كتلقى مثلا 1% ديال العالم كيمتلك 99% ديال الثروات. خصنا نتسائلوا واش هادشي يعني كان ممكن يكون بدون منظومه ربويه، فهمتي؟ نعم فهاد القضيه هاد الطبقيه هي من التناقضات ديال خطيرة جدا. الراسماليه. لماذا؟ لان تلك الطبقه مثلا كتلقى انسان في الثروه ديالو، راس مال ديالو مثلا 10 مليار ديال الدولار، واخا ينفق مليون دولار في النهار ربما ذاك الثروه ما ما ينتهي غاديش ما ينساليش.